وروحها، وهم السعادة اللي تنور حياتنا، وكل اللي يبونه أنهم يضحكون ويلعبون ويشوفون السعادة على وجوه الجميع. الأطفال هم المخلوقات الصغيرة اللي تحبهم من أول ما تشوفهم، وأكيد رحلتنا اليوم راح تكون من أجمل مكان واللي راح تعبر عن أجمل أطفال راح يشاركونا في هذه الرحلة. ولكن قبل لا نبدأ تعالوا خلونا نتعرف عليهم وننطلق في رحلتنا اليوم من دبل حصن. أنا اسمي حصة عبدالله من الصف الرابع، وأنا اليوم شاركة ببرنامج رحلة ومتحمسة وايد. أنا ميرال موسى من الصف الرابع وأحب الرسم، وأنا مشاركة في برنامج رحلة ومتحمسة وايد. أنا الطالبة روضة محمد، أحب التصوير وايد ومتحمسة لهاي الرحلة وايد. السلام عليكم، أنا محمد أحمد، مشترك برحلة، متحمس وايد. أنا اسمي تركي عبدالله، هوايتي الشعر، واليوم أنا ببرنامج رحلة وايد متحمس. أنا أحمد محمد من الصف الرابع، أحب ألعب كورة، اليوم مشارك برحلة ومتحمس وايد. بداية رحلتنا وجولتنا البحرية أكيد راح ناخذ علوم الأولاد والأبطال اللي معانا من بعد ما تعرفنا عليهم وعرفنا بعد شو هي مواهبهم. طبعا محمد وتركي وحميد، وهنا عندنا روضة وحصة وميرال. شو رأيكم فينا نحافظ أسماءكم؟ من يعرفنا شو اسمي؟ عمر. غلط. عمر. غلط. عمر. متأكدين اسمي عمر؟ أتوقع. منو قالكم اسمي عمر؟ أنت. أنا قلت لكم؟ لا. بما أن نحن عرفنا بعضنا وعرفنا شو مواهبنا، الحين أبا أخذ معاكم أهم سؤال. نحن الحين في البحر، منو منكم يحب البحر؟ أنا. كلكم تحبون البحر؟ أنا. منو منكم قبل صاد؟ أنا. صد قبل؟ شو اللي صدته؟ تعرف شو اسم السمكة اللي صدته؟ لا ما تعرف. ويا منو صرت؟ أبوي. البحر طبعاً الثروة الحقيقية لجدودكم الأوليين، هم كانوا يعتمدون على البحر. ليش يعتمدون على البحر؟ يبون من اللولو. المحار. اللولو وبعد؟ لكن. المحار اللي فيه اللولو وغيره. سمك. السمك وبعد؟ السمك. ها؟ القر. أهم شيء بعد كان هل هالمحام اللي نحن فيها الحين هذا المحمل بعد مثل ما كانوا يسيرون يصيدون فيه ويغوصون على اللولو، بعد كان في شيء وايد مهم. شو يسوون؟ كيف يسيرون بلدان ثانية؟ بالقارب. إيه كانوا يسافرون ويتاجرون، يبون تجارة من الهند وبلدان كثيرة مثل الكويت والسعودية. هي بلدان كثيرة كانوا يسيرونها بهالمحامل هذه. تخيلوا نحن طالعين الحين استانة الساعة واحدة ورادين، هم كانوا يتمون 6 شهور في هذا القارب يعيشون ويأكلون وكل حياتهم عليه. زين؟ من بعد ما عرفنا المعلومات بنات شو رايكم تكون هني؟ بناخذ معاكم معلومة أخيرة وعقبها بنرجع مرة ثانية السيفة وبنبدأ رحلتنا في مكان مختلف إن شاء الله في مدينة دبل حصن. جاهزين؟ جاهزين. الحين بخليكم تستانسون تستمتعون في الأجواء هني ونحن راجعين إن شاء الله للسيفة. استمتع اليوم؟ أنا كنا. استمتعتوا في هالجولة؟ نعم. يا سلام. زين. بما
زمانكم استمتعتوا. منو يقول لي؟ الحين بنعرف وين بنروح؟ شو عندنا من المسابقات؟ شو هي التحديات؟ شو بنسوي؟ كل هذه الاشياء راح تعتمد علي. تعالوا ويانا بالسيارة. بسير وياكم؟ تمام انا بسير وياكم. وبنشوف شو المكان اللي جاي. حد ناقص ولا ما حد ناقص؟ ما حد ناقص. لا ثلاث ثلاثة. زين انا محضر لكم مفاجأة ولكن قبل لا نروح المفاجأة أكيد يعتوا صح؟ لا أكيد مطعم. لا سير مطعم؟ هي ما يعت؟ شو هاكل برجر؟ أنا باكل عيش. زين أول شيء بسير نتغدى وعقب بنكمل رحلتنا. أوكي يلا. وصلنا معاكم للقناة المائية. القناة المائية راح تكون واحدة من المحطات المهمة في رحلتنا في مدينة دبل حصن. شو راح نسوي؟ هني راح نعرف مسابقتنا، ولكن قبل لا نبدأ المسابقة خلونا نعرف مواهبكم. أكيد كل واحد منكم عنده موهبة صح؟ صح. إن كان فريق الشباب ولا فريق الورود. يا سلام عليكم. أول شيء باخذ فريق الورود. حصة، شو موهبتك؟ تروحين الاصطبل تركبين خيول. يا سلام، من متى تركبين خيول؟ تركضين فيه بروحك ولا حد يود الخيل؟ اول شيء كان حد يود يعني يمسك الخيول بعدين. يا سلام، الحين تركبين خيل بروحك. انا بعدني ما اعرف، بتعلميني اكيد. خلاص بنسير انا وياك في يوم ان شاء الله ونتعلم ركوب الخيل. من يعرف يركب خيل شراتها؟ تعرف حميد وتركي؟ ما تعرف محمد؟ منو هني يعرف؟ ما شاء الله البنات تعرفون انتو؟ يا سلام عليكم. انزين الحين روضه، روضه شو موهبتك؟ تصوير. تصوير؟ يا سلام، يعني تصورين بالكاميرا ولا بالتليفون؟ اثنين. فالاثنين؟ متى بديتي في التصوير ما شاء الله؟ قبل. من زمان؟ شو تصورين؟ كيف؟ في المدرسه ولا برا المدرسه؟ برا المدرسه. شو تصورين؟ شو اخر شيء صورتي؟ عصير؟ يا سلام، حلو العصير. تصورين الأشياء هذه الجميلة؟ كوفي، آخر مرة كوفي. يا سلام عليك. زين نحن بنجهز لك كاميرا وبنشوف كيف تقدرين تصورين وتاخذين لي صورة احترافية. شو رايك؟ بنتحدى أنا وياك، إذا كانت صورتك احترافية 100% لك من عندي هدية. اتفقنا؟ زين الحين بنروح لثالث وحدة من فريق الورود اللي هي منو؟ ميراج. ميراج. ميراج شو موهبتك؟ الرسم. ترسمين؟ ما شاء الله، شو ترسمين؟ ارسم بنات وطبيعة. يا سلام، يعني هالطبيعة اللي نحن فيها ترومي ترسمينها الحين؟ يعني. يعني؟ شو الطبيعة اللي ترسمينها؟ جبال، بحر؟ ما اشجار. سما، اشجار، طيور. يا سلام، يعني حلو يبنالك لوحة. والوان ترومي ترسمين لنا؟ شو بترسمين؟ بنية. انزين انا بديت الرسم لما كنت صف ثاني. ما شاء الله، وانت الحين صف كم؟ رابع. صف رابع، يعني الحين صار لك سنتين ترسمين صح؟
يعني الحين مفروض انت فنانه في الرسم صح؟ زين شو رايك نختبرك في الرسم؟ اوكي زين انا جايب لك لوحه لاني انا اعرف وخبروني انك انت ما شاء الله عليك رسامه. هذه الالوان وهذه اللوحه لميرال. راح نشوف اباك ترسمين بنختبرك اباك تجلسي هني الين ما اخذ فريق الشباب شو عندهم المواهب وعقب برجع لك زين؟ زين زين اول شيء نبدا باول بطل عندنا واللي هو محمد. محمد شو موهبتك؟ السباحه. السباحه يا سلام. في البحر ولا في المسبح؟ اي كلهم. وين تعلمت؟ بالبحر. في البحر تعلمت. منو علمك؟ ابوي. الله غصت؟ تروم تغوص يعني؟ ايش كثر؟ متر. متر؟ يعني لو تحدينا انا وياك بتغلبني؟ ولا بغلبك؟ ايش رايك نجرب في القناه المائيه؟ عادي. يلا. سنجرب انا وياك؟ ها؟ نجرب؟ متاكد؟ نسير يا جماعه نجرب ويا محمد ولا نخليها عقب؟ عقب. عقب؟ نسامحه هالمره؟ اكيد؟ زين بنسامحك هالمره محمد. والحين نروح للبطل الثاني من فريق الشباب تركي. تركي شو موهبتك؟ انشد واقول شعر. يا سلام. تنشد واقول وتقول شعر. شعر تكتب شعر ولا ما تكتب؟ لا ما تكتب أكتب. ولكن انت تلقي الشعر. أكتب. في بعض الاحيان تكتب. يا سلام عليك يا تركي. من متى ما شاء الله؟ من تقريبا انت الحين في اي صف؟ ثلاث شهور رابع. الصف الرابع تقريبا صار لك ثلاث شهور تلقي الشعر في بعض الاحيان تكتب. ما شاء الله عليك يا تركي. زين ونيين الحميد. حميد شو موهبتك؟ اللعب. اللعب يا سلام والله موهبه جميله. شو تلعب؟ كوره. كوره ما شاء الله تلعب كوره وحريف بالكوره اكيد. يعني سوينا فريقين بتفوزنا؟ انا بكون فريقك. خلاص عليك الموضوع. تهجوم ولا دفاع ولا حارس ولا خط وسط ولا شو؟ هجوم وحارس. هجوم وحارس. يا سلام عليك. ان شاء الله بنسوي فريق انا وياكم وان شاء الله انك بتفوزنا. زين زين الحين بما ان عرفنا مواهبكم تعرفنا على فريق الشباب اللي هم محمد وتركي وحميد وفريق الورود اللي هم حصه وروضه وميرال. ونشوف الحين قبل لا ننتقل لاخر فقره عندنا في رحلتنا واخر مكان واخر تحدي اللي راح يحسم منو راح يفوز. نشوف اول شيء لوحه ميرال. شو سويتي ميرال؟ تعالي ورا خلينا نشوف هنا شوي. ردي ورا. خلصتي؟ يلا خلينا نشوف اللوحه. اول شيء انا بشوف عقب براوي المشاهدين. يا سلام شو هاللوحه الجميله هذه وعليها توقيعك بعد. يا سلام. زين الراوي المشاهدين العدلين ثلاثه. يلا واحد. اثنين ثلاثة. يا سلام هذه لوحة الفنانة الجميلة المستقبلية ميرال وتشوفون هني توقيعها. هذا يعطيكم دليل على أنها فنانة وإن شاء الله يوم بتكبرين يا ميرال راح تكونين واحدة من أهم الفنانات والرسامات اللي راح يكونون في دولة الإمارات. شكرا. عفوا تستاهلين. وهذه اللوحة أنا بحتفظ بها باخذها حقي. أوكي تعطيني إياها؟ إيه. إنزين الحين من بعد ما أخذنا هذا الإهداء وتعرفنا على مواهب الشباب ومواهب البنات وخذنا معنوياتهم وحماسهم اللي راح يحدد منو فايز معانا في ختام هذه الرحلة وفي الفقرة الأخيرة اللي راح تكون على شاطئ مدينة دبل حصن. الحين راح نشوف منو اللي راح يكون عنده هذا الحماس ومنو اللي يبغى يفوز. ها نشوفكم تشوفون بعض. أكيد. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. ننطلق؟ ننطلق. نقول واحد اثنين واحد ثلاثة. يلا انطلقنا. الحين وصلنا معاكم للتحدي الأخير. ما شاء الله فريق العمل جزاهم الله خير جهزوا لنا التحدي والمسابقة. مثل ما تشوفون قدامكم راح يكون قدامكم الكيك وأدوات التزيين كل شيء تحتاجونه موجود. المسابقة كالآتي بتركزون معاي فريق الورود وفريق الشباب اللي راح ياخذ النقطة
ويحدد فوز الفريق هو جمال التزيين. يعني الفريق اللي بيكون عنده التزيين احلى وادق هو اللي راح ياخذ النقطة وراح تحسم النتيجة لصالح هذا الفريق. اتفقنا؟ اتفقنا. قبل لا نبدأ كل واحد يلبس المريول ماله، هني هذا للأولاد وهناك للبنات. يلا اتفقنا على نظام المسابقة؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا ميرال وحصة نجهز نجهز، نعد ثلاثة واحد يلا. اثنين. يا سلام عليك. زين من أعد لين ثلاثة بتبدون المسابقة. ايه عرفنا شو بنسوي؟ عرفنا شو بنسوي؟ نزين الكيك. نزين الكيك. ومنو اللي يفوز؟ احنا كلنا. منو اللي بيفوز؟ انتو؟ احنا. بنشوف. بيعتمد لان احنا فريق الفايزين. بيعتمد على اجمل فريق راح يزين الكيك. منو اللي بيحدد؟ انت. انا اللي بحدد. اوكي. انا بكون معاكم حكم. اوكي. جاهزين؟ جاهزين. نعد ثلاثة؟ نعد. نكون مرتبين؟ واحد. اثنين. اثنين. ثلاثة. يلا تعاونوا وابغي منكم تزينون من هني صح؟ ايه تستخدمها من هني وتزينون بالطريقة اللي تشوفونها هي مناسبة للكيك اللي قدام. ما شاء الله شوف البنات الحين تفوقوا. ما يرص؟ لا عطرف عطرف هني ها شوف ايه الحين يلا يلا. يا سلام يا سلام يا سلام. نشوف هني شو وصلوا. ها اساعد. ها اشوف اشوف انا انا. اوكي اوكي ها يلا ضغطي من فوق يلا اسرع. الحين الثانيه الثانيه سوي الثانيه. واحد اثنين ثلاثه. اقوى اقوى اقوى. ها اسوي لك انا هاتي. يلا واحد اثنين ثلاثة. اوكي اوكي يلا زيدي هذي. ها الاولاد شو سويتوا؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ها يلا انا بساعدكم بساعدكم. دعر عمر ابي البنفسجي. وهذه هني. اوكي. وهذه هني. وهذه هني. ابي البنفسجي. ها سوي لكم يلا. ابي البنفسجي عمر. ساعدكم. قوي. زين استخدموا هذا، هذا اسهل. يلا. هي اختربت الكيكة، اختربت الكيكة. يلا، اللي عقبه، اللي عقبه. ها طاح. ها فتحته؟ ايه مو مشكلة. ها بنحط لك ثاني ها. يلا، بسم الله. بسم الله. ها بساعدكم أنا ببطل لكم. عمر أبي هذاك الوردي الوردي. الوردي أي وردي هذا؟ البنفسجي البنفسجي. هذا؟ لا. أول واحد أول واحد. أول واحد؟ ها. شوف إيدي كيف صار. يلا. أعطيني. أسرع أسرع أسرع. عمر أبي القلب. تبغي القلب، هذا القلب. ها بنات لو تبون أي شيء من هني بعد تقدرون تاخذون. أنا أبغيكم تتعاونون. يا سلام يا ميرال يا سلام. يلا اللي عقبها. أعطيني الله. ها نبغي الدقة، نبغي الألوان، الألوان اللي تختارونها لازم تكون متناسقة. السلام يا حميد، كيكتك وين راحت؟ حميد أول مرة تسوي كيك؟ أول مرة تزين؟ يا سلام. ومحمد زينت قبل ولا أول مرة؟ ثاني مرة. ثاني مرة. وتركي؟ ثاني مرة. ثاني مرة. وهني روضة؟ أول مرة لك هذه؟ لا مو بأول مرة. مبين إنك أنت متمرسة يا روضة. وميرال؟ مو أول مرة. سويتي قبل. إيه وحصة؟ أنا بعد أول مرة. لا 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 مو أول مرة. مو بأول مرة. يا سلام عليك. يلا شدوا الهمة. شدوا الهمة. عمر عمر شدوا الهمة. شو تبين؟ هذا؟ لا لا الأزرق. الأزرق؟ ها هذا الأزرق. أنت بتشوف بالشكل ولا بالطعم؟ بالشكل. نحن بالشكل نبغي. بالشكل. الشكل لعبة. الصحن لازم يعني يكون. عادي عادي أهم شيء الشكل من فوق. ها وين بتصير تركي؟ وين بتصير؟ ها؟ يلا الأزرق. الازرق هذا الازرق تفضلي. اوكي شو سويتوا هني شو سويتوا؟ ها
خلاص خليه في الصحن، هي خليه في الصحن هني. يا سلام، اشوف اعطيني بساعدك. قاعد يذوب. ساعد. ابل اسكر. هذه. ها تفضلي. اسرع 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 اسرع. اعطوني. الله يا حميد يا الدقة الله. يا سلام عليك. طبعا مثل ما ياسين تشوف الشباب ياسين يتحدون والبنات عندهم التحدي اقوى واقوى، ما شاء الله عليهم البنات متمرسات وسووا الكيك قبل ان شاء الله، والاولاد ياس يحاولون يجتهدون على كثر ما يقدرون عشان يفوزون في هذا التحدي وفي هذه المسابقه. النتيجه طبعا راح نعرفها عقب ما يخلصون، عقب ما نعد النتيجه النهائيه. ترى تروم وتزينون بعد هني الصحون تحطون شيء في الصحن. اوكي. النتيجه النهائيه راح نحسمها اول ما تخلصون. طبعا نحن باجي عندنا من الحين ثلاث دقائق. ليش ثلاث دقائق؟ ايه ثلاث دقائق ونختم الحلقه. نختم الحلقه والتحدي وراح نعلن اسم الفايز فيكم. عمر ساعدني بال اساعدك. حاضر. ابيك تجي تسوي نفس الايس كريم. ابيك تسوي نفس الايس كريم. يلا قول بسم الله. بسم الله. يلا. ها. راح التحدي. يلا ما عليك. في قفشة؟ ماشي. حاول 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 تدارك يلا. ما عليك. انا اعرف شو بسوي. يلا. يا سلام. استخدم ايدك الطريقة البدائية. يا سلام عليك. يا سلام عليك. هني وين صاير؟ شوف روضة. يا سلام يا روضة. حلوه الالوان. وهني ما شاء الله حميد حط كل شيء فوق بعض. تبين هذا؟ حاضر. هذا لك احلى ميرال. ونشوف شو وصلتوا. ها لوين وصلتوا؟ بسم الله. اول شيء عندنا البنات فريق الورود ما شاء الله اطباقهم جميله وتزيينهم جميل ما شاء الله، ان كانت حصه او ميرال او حتى روضه. ونشوف ها ها. لا بس دزيت الكيكه والله دزيت الكيكه. فريق الاولاد اللي هم فريق الشباب عندنا حميد ومحمد وتركي وتركي. واول تقييم راح ناخذه للاولاد اللي هو فريق الشباب، ونشوف مع المشاهدين الاطباق اللي سووها وتزيينهم للكيك اللي قدام. من بعد ما شفنا اطباقكم بعد ما راوينا المشاهدين انتوا شو سويتوا، الحين بنروح لاطباق البنات. نشوف اطباق البنات اللي هم فريق الورود شو سووا في الكيك اللي قدامهم والاطباق اللي نشوفها الحين. زين، من بعد ما شفنا اطباق الفريقين وراوينا المشاهدين وهم راح يكونون جزء من تقييمنا في هذا التحدي، انا وصلت للجواب. وصلت لنتيجة راح تحدد الفايز معانا في هذه الرحلة وفي هذا التحدي. نحن نتوقع ان نتعادل. تتوقع ان نتعادل؟ تعادل. وانتم شو تتوقعون؟ نحن تتوقعون انتم النتيجة تعادل لصالح الفريقين. ان شاء الله في المرات الجاية راح تسوون اطباق احلى. هذه تعتبر ورشة تحدي شريف كان بينكم الفريقين، والحين باقي شيء واحد عندنا واخير اللي هو الهدايا. الهدايا، اعطونا الهدايا يا جماعة. احلى فقرة، احلى فقرة من الحلقة. احلى فقرة، اجيب لكم الهدايا وعقب نقول لكم مع السلامة في الرحلة الجاية، بجيب لكم الهدايا لين عندكم. هدايا البنات، هذه أول هدية لروضة، والهدية الثانية لميرال، والهدية الثالثة لحصة. خلصنا؟ ما خلصنا. بعد عندنا هدايا لمنو؟ لا مو الهدايا الأولاد، لا بعد للبنات. هذه الهدية لروضة، تستاهلين يا روضة وميرال، وهذه لحصة. خلصنا؟ لا ما خلصنا. احنا باقي باقي منو؟ الأولاد. الهدايا هذه لمنو؟ حقي الأولاد. أول هدية لتركي، تستاهل يا تركي، والهدية الثانية لمحمد، والثالثة لحميد. خلصنا؟ لا لا ما خلصنا. الحين حق اعطونا الهدايا. هذه بعد هدايا فريق الشباب، تستاهلون وعليكم بالعافية. والحين قبل لا نروح
ونختم رحلتنا في الشرقية في مدينة دبل حصن. ركزوا معاي. إن شاء الله نشوفكم على خير في رحلاتنا الجاية، ونتقابل إن شاء الله إذا الله راد. وقبل لا أختم معاكم، من استانس؟ أنا. استانستوا؟ كلكم استانستوا؟ بدون ما أرفع إيدي. إنزين. والحين آخر شيء بنقول للمشاهدين مع السلامة. مع السلامة. يلا مع السلامة. حياكم الله. حياكم الله. تفضلوا. طبعاً كانت هذه هي رحلتنا لهذا اليوم في المنطقة الشرقية. اخترنا لكم المدينة الفاضلة اللي هي مدينة دبل حصن، واللي انعرفت بطيب أهلها وكرمهم وحسن استقبالهم للضيوف. ونحن استمتعنا بكل الأماكن اللي زرناها، إن كان لشاطئ مدينة دبل حصن أو القناة المائية أو حتى في نزهتنا البحرية في أحد القوارب اللي الآن تتواجد في مرسى مدينة دبل حصن. لقانا إن شاء الله على خير في رحلة قادمة. مع السلامة.